الحقيقة أنا كنت من المتابعين لنشأة وتأسيس هذا المشروع، مشروع مسام، الذي يعتبر الحقيقة من أهم المشاريع الحيوية في الداخل اليمني، وذلك لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي يتم تحريرها. هذا المشروع الكبير الحقيقة استطاع في فترة قصيرة جدا من عمره أن ينزع في أقل من سنة أكثر من 70,000 لغم وكذلك مخلفات الحرب. هذا المشروع ليس فقط يقوم على الحقيقة تأمين مساحات شاسعة في الداخل اليمني في عدد من المحافظات وإعادة المدنيين إلى مناطقهم وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، يقوم كذلك هذا المشروع الحقيقة على تأهيل عدد من الفرق والأخوة في الداخل اليمني على نزع الألغام وكذلك مختلف المهارات التي تتعلق بنزع الألغام، وكذلك تجهيزهم بمعدات متقدمة جدا في هذا المجال، وكذلك الحقيقة استجلاب خبراء من خارج اليمن لتعزيز هذه القدرات، وكذلك استجلاب جميع التقنيات الحقيقة المتوفرة حاليا أو ما وصل إليها الحقيقة العلم في قضية نزع الألغام وتأمين المناطق للمدنيين. استطاع هذا المشروع الكبير الحقيقة أن يصل إلى عدد من المحافظات والتي تعتبر أكثر تأثرا بالألغام، هذه الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية للأسف، والتي تقدر بأكثر من مليون لغم في أنحاء اليمن. الحقيقة أن مركز الملك سلمان لغاية العلماء الإنساني حرص على هذا المشروع أنه مشروع حيوي جدا ومشروع مكمل للعمل الإنساني، وهذا المشروع هو مشروع نزع الألغام من وجهة نظر أو من منطلق إنساني بحت، ليس له أي علاقة بالعمليات العسكرية أو بالعمل العسكري بتاتا، وهذا يجب أن يؤكد عليها. هذا المشروع الحقيقة مشروع محايد يهدف إلى تأمين المناطق وحقيقة وإخلاءها من الألغام ومخلفات الحرب.